ماما ايش رايك؟ واو مرة خطير، وش هذا الإبداع؟ تفتحين صالون لما تكبرين؟ صح، أنا أبنى الوحدة شفتيها؟ أكيد، أجل مين يعني؟ كيف تبغين تشتري حتشارك؟ أبغى ثلاث قرون، ترى غالي مرة. إيه أنا غنية عادي. أوف زهقت لحالي. أختي دقت تشتكيلي، هذه رابع مرة يعزمونك ولا تروحين. ماني برايحة لعزيمة أهلك، خلاص انتهى الموضوع. بتروحين غصب عنك، ولا تطولين السالفة. ما رحت عيروني إني ما جبت لبن. هذا جزاهم شايلين همك، وبعدين ما طلبوا شيء، يبون ولد يشيل اسمي. بدل ما توقف معي وترحمني، توقف معهم يقلين خاتمة. هي حدك، أهلي خط أحمر، أنت بدالك عشرة، بس أهلي مالي غيرهم. وأنت يجي بدالك مليون. إيه أنت جالسة معك تقصر العمر، أنا طالع. يما ليه ما تحملين وتجيبين بنت ثانية؟ يما ليه ما تحملين وتجيبين بنت؟ عادي تقلبين وجهك؟ صح مكياجي حلو؟ لا معفن، خلاص انقلعي. ليش تقولين كلامي عور؟ ترى بعلم أبوي. مالت عليك انتي وأبوك. شاني روح البقالة جبيلي وشوف لولو وش تبي. جبيلي عصير طماط. طب ليش ما راحت لولو دامها قايمة؟ أنا أكبر منك احترميني. لا أنا أكبر منك بسنة. أجل أنا أصغر منك ارحميني. مك من جدها زوجة أبوي مرسلتني البقالة هالوقت تبغاني أنسرك بالقوة. متى أكبر وتزوج وأفتك منهم؟ بسم الله وش ذا الصوت؟ أروح أساعدها ولا أهرب؟ وش أسوي؟ إن شاء الله أهلي يبقوا مع بعض ما ينفصل. ساعديني يا بنيتي. عندي ثلاث أحفاد ونص يحتاجون شيء يأكلونه وملابس ماركة، أعطيني من مال الله. والله حاسة بشعورك، أنا منتظة زيك، بس معي هذا، تفضلي. أنت أول واحدة ترحمني وتعطيني فلوس من شهر كامل. ممكن عشانك تفجعينه وهم ماشيين بالشارع بنص الليل. ممكن الناس تهرب مني عشاني قبيحة وأسناني تحتاج تقويم. بالعكس تجننين، وأسنانك مرتبة ما شاء الله. أنت بنت طيبة يا لأ. الله يحميك يا بنتي، الله يسخر لك عيال الحلال. ليش تصرخين؟ بساكي الغربة. الله يبعد عنك عيال الحلال. هلا جبتي الشاني؟ تخيلي لو في عجوز قاعدة تتصارخ وتذعي. ما ضربت قصة حياتك، جبتي الشاني ولا لا؟ هي جبته، هذا هو. متى حياتي تصير شبه سعيدة؟ تتوقعين أنا مين يا شطورة؟ أتوقع أنك هنوف. كيف عرفتي؟ من ريحة عطري؟ لا صراحة من ريحة فمك. يلا صباح خير، ايش فيك منفسة من الصبح؟ لا بس في اشياء كثير مضايقتني. زي صح ما قلت لك، الناس طايحة بلعبة جديدة تجنن. هو صراحة سخيفة شوي، بس الحلو فيها يمديك بعد ما تخلصين الجيم تتهاوشين بالخال لو فهم ايش قصدي. بنوت سمعتوا عن حوادث الخطف بالمدينة؟ لا بس سمعنا عن مزيل العرب. بنت اسمها رغد اختفت امس، لا تطلعون للشارع لحالكم ابد، فاهمين؟ انا بيتي بعيد عن المدرسة ودي لا. طيب بكل مكان الناس تنخطف مو بشيء جديد، يعني حياتنا توقف عشان سالفة واحدة؟ بنات وزوا جوالاتكم، الاستاذة بتسوي تفتيش مفاجئ. خل تيجي وتفتش بيدينا ورجلينا، اتحداها تلقى. ما بحلكي
تدرب على اللعبة لين يرجعون الحلو في جوالها. قومي جيبي لي كرتون شاني من البقالة، خلص اللي جبتيه. خلاص عاد، ما بيطلع بالليل، حرام عليك. نعم، ما سمعتك زين؟ أمس بغيت أحكي لي بسروالي وفي بنات جالسين ينخطفوه، بعدين ضرب يجيك سكة. يا ما تربيتي، احمد ربك اني موافقة وابوك يسحبك عندي، كسر خيري. مو بزي امك اللي قطتك وناسيتك. خير، هي ما نسيتني، بس هي عندها اشغال كثير ووقتها ضيق. صدقين؟ اتفق مع امك، اشغالها اهم منك ومن درعك المعفن. ليش طلعتي من اللعبة؟ معليش مو بالمود ألعب الحين. ليش؟ لا يكون صار لك شيء. لا ولا شيء، بس النت قطع. لو تحتاجين أحد تفضفضين له أنا موجود. لا ما يحتاج أخذك معي، مخي حاسة أصلا ما أعرف من وين أبدأ. أبدي من أول شيء سهلة. تخيلي أمس كله جلست بدون جوال، مخي فصل، جلست أسولف مع قطاوة الشارع، صراحة سولفهم فلة شوي. أنا عكسك، كل أمس على الجوال، راسي مصدع، جاية مواصلة. شكلك جلست تلعبين اللعبة المعفنة، تربط طراها، في لعبة ثانية طاحوا فيها. صح، تعرفت على واحد باللعبة، كيوت مرة. وريني وريني صورته. توقعت طفشة، ليني أطفش، بس والله كان معطيني وجه مرة. ليش سنة طايح؟ بالعكس حلو انه واثق من نفسه ومبتسم بالصورة. الثقة بالنفس احيانا غلط ترى. دريتوا عن المصيبة؟ في بنت ثانية انخطفت وهي طالعة من مدرستها، شكل الوضع قاعد يتطور. اوف، وانت ما عندك الا هالاخبار اللي تسد النفس. فهمنا، في بنات ينخطفون، شو نسوي لك حفلة؟ احسن لك تنتبهين لا تطلعين بالاخبار بكرة، قردة تختفي في ظروف معفنة. حبيبتي انت لو اختفيتي بيحطون الخبر بالمناسبات السعيدة. صح اني مهايطية وقوية، بس في اعماقي فتاة حساسة. طيب انت قلت عني قردة، قاعدين نمزح مع بعض. انا اوف، امك دقت وابصرتني بهيارها، ناوي تشتكيني عند سفارة السعودية بالسعودية. المفروض ما سحبتي جوالي، لو سحبتني مع شعري بس يا بالمدرسة اهون علي. يا حليلها امها تشيل همها. بسم الله، وش الصوت؟ سلامات، صار لكم شيء؟ انتي طاحت وشكل يدها انكسرت نصين، معك فلوس تساعدينها؟ لا حسافة، ما معي شيء، بس معي سندويتشة فصحتي، ما اكلتها لو تبغينها. احنا نبي فلوس، بس يلا بنمشيها لك. محيدنا من العلم والعلماء، طلب نص الدوام؟ ليش طالعة من المدرسة؟ تبين اعلق بالجدار مع جدايلك؟ لا بس سمعت صوت، ولقيت بنت يدها مكسورة حاولت اساعدها. انتم يا النصابات مرة ثانية، كل يوم تنكسر يد اختك، سبحان الله. تعالوا اغسل لكم خشومكم المرية الحرمية. خير، مجنونة انت تلحق الناس مساكين. يا غبية، هذول يسرقوك يا المدمغة. طيب انا راضية يلعبون علي، خلاص اش دخلك؟ لا 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 لا، مبسوطة خليتيهم يهربون. انا اوريكي، مخصوم منك 470 درجة سلوك. تخيلي يمه، ناوية تخصم مني 470 درجة سلوك. الحين مدرستك فوزية مو بناويين يجيبون طبيب نفسي يفحصها؟ قد جابوا لها طبيب نفسي، بس تعب نفسيا وراح يعالج عند طبيب نفسي. يلا حبيبتي أنا مشغولة الحين. صح، لحظة، بكرة عيد ميلادك، شايك تجين عندي واسوي لك حفلة بسيطة؟ ودي بس مالي خلقة ناقر مع زوجة أبوك، تعرفين؟ خلاص خلاص، باجي بكرة آخذك ونروح نحتفل بمطعم، شو رايك؟ خلاص أحسن وأحسن، يلا باي. ها؟ أمين نرسل سنابة. ليش دائما أرسل لك صور وأنت ما ترسلين شيء؟ أخاف يحسبني ألعب عليه، خلاص أرسله. يا رب ما يجيني بلوك. جمالك جننين، بسم الله عليك، لازم أقابلك. ما علي. لا ما ينفع، تونا نعرف بعض. جالسة تكلميني عيالي. يا لا، هذا صديقتي هنوف، كنت أتعلق على سنابتي. اها، يعني هنوف غيرت اسمها الامين، حلو التغيير. بسوي لك اي شيء، بس تكفين لا تعلمين، وانا بناقصه. لا شكرا، ما بي منك شيء. شو اسوي يا ربي، اكيد بتعلم ابوي، وش بيقول عني؟ اخاف يكرهني، خوف يفقع وجهي. شو اسوي؟ يما حلا تكلم ولد، ترسل له صورها، اكيد بتخليه يدخل بيتنا. اخيرا طلعت على حقيقه القصه، خلي ابوها يرجع من السفر. يما انا احسن منها. ما شفتي مني شيء يا حلا. بكلم أمي عن موضوع أمين، عشان لو عرف أبوي أقول لها إن أمي تدري. اف يا رب ما تخرب طلعتنا اليوم بسبب هالموضوع. حبيبتي كنسلي الطلعة، زوجي يبغى يحتفل معي اليوم. آسفة يا قمر.
سحبت علي، ما في شيء جديد من ذكى ما سحب علي. صح، لحظة، أمين تبغى نتقابل الحين؟ طبعا أكيد، يلا برسلك موقع السوق. شكلي استعجلت، يمكن أحسن أرجع البيت. أرجع البيت لمين؟ ما حد ينتظرني أصلا، وأمين مسكين ترى كل أشغاله عشان يقابلني. وينه؟ هو قاعد يقابلني عند البوابة. هلا والله بالحلوين، جاي لحالك؟ تحتاجين مساعدة ولا شيء؟ لا شكرا، مو محتاجة شيء. ايش فيك متوترة؟ تعالي برا نشم هوا ونتفاهم. لا ما احب اشم هوا، ابي انكتم، خلوني بحالي خلاص. هلا، اخيرا جيتي، جالس انتظرك. لو سمحتوا هذه اختي، ضفوا وجيهكم ليقوم بوكس. اطلع منها يا بزر لدعاس، احنا كلمناها قبلك. يمكن تصفقوني بس تراي احب اعوق، تبون نطاق قدام الناس ويجي الامن ونسوي سالفة؟ من زينة هالدبة ما وقفت الدنيا عليها. معليش ما انتبهت انك وصلتي، كنت على جوالي توقعت تدقين. ايه عادي، اصلا توي واصلة هالدقيقة، لا تشيل هم. شكرا انك ساعدتني تو، لان قلبي كان بيوقف. عفوا، ومرة ثانية خلي معك سلاح او تعلم من فنون قتال عشان تحمين نفسك. الله، شوف هالاسوارة مصنوعة يدويا، حلوة لو نشتريها لبعض. الله، 100 ريال. يلا معي فلوس التاكسي للرجعة. صدق ما يحتاج، يمكن ما غسلوا يدينهم يوم يصنعونها. دامها عاجبتك لازم اشتريها لك، ولا بكون تعيس بقية حياتي. الحبة الواحدة ب100 ريال، يعني حسابك 200. تبغون شيء ثاني؟ عندنا سجادة مصنوعة يدويا بالآلة. لا شكرا، ما نبي شيء زيادة. تفضلوا. ما في احد قد يهتم فيني. زبائننا الكرام، ابواب السوق سوف تقفل قفلتين بعد 5 دقائق، لمصلحتكم اطلعوا بسرعة. اف حسافة، كان ودي نطول، آسفة قلت لك نطلع بوقت متأخر. لا عادي، وفي حديقة جنب المواقف لو تبغين نجلس فيها شوي. هذه الحديقة. متأكد هذه حديقة للبشر مو للجن؟ لا صراحة ما شيكت. الله يحفي، شكرا انك طلعت معي اليوم، نفسيتي كانت مرة تعبانة. وانا بعد كنت محتاج اغير جو اليوم. شكرا. ليه، ايش صار لك؟ ما ادري لو قلت لك قبل، بس اختي متوفية قبل 3 شهور، وللحين الموضوع مأثر فيني. احنا جينا الحياة بعد بالوقت المناسب، اول ما تكون مضايق كلمني وفضفض لي. وانت بعد لو احتاجتي اي شيء كلميني. حول، شلون اربطها هذه؟ خليني اساعدك، صعب ربطها بيد واحدة. تمام، كذا خلصنا التطقيم. انا بحلمك، مستحيل شيء يخرب هاللحظة. بقفل باب البيت الساعة 1، لو بتتأخرين نامي عند أمك. يا الله، لازم أرجع البيت بسرعة لا تكشفني زوجة أبوي. تبغيني أرجعك؟ ترى سيارتي هنا بالمواقف. لا شكرا، ما أبي أورطك معي، بطلب أوبر. مستحيل أخليك ترجعين بهذا الوقت المتأخر مع أوبر، أخاف عليك. أوكي شكرا، أدري الطلعة كانت حوسة وورطتك معي. مستحيل تخليني أتعذب شيء واحد بحياتي. لا تشيلين هم، بنطلع كثير بالأيام الجاية ونعوض طلعة اليوم. هذه سيارتي، بنزلك بعيد عن بيتك شوي عشان ما تشوفني زوجة أبوك. اعتبري نفسك بسيارتك. متحمسة أسولف الهنوف بكرة. جالسين ساعة نستناكم، ما بغيتوا؟ أمين خلنا نهرب بسرعة، ايش فيك جالس؟ لا تخافين، هذول أصدقائي. أمين ليش الباب ما ينفتح؟ صدقين شكلي حطيت قفل الأطفال بالغلط. أنتي أسهل واحدة طاحت في يدينا، صدقين كلش ما تشكين بأي شيء. كملي، لا تنفين، سوي أي شيء بس لا تستسلمين. أحد يساعدني، أحد ينقذني. خليك سهل عشان صير سهلين معك. أقول لك وقف، أحسن لك يا البزر. قفل الباب انفتح، أكيد بيمسكوني. حمارة تتفرج، انزل امسكها. لا تفكرين، أهربي بس. سكرت على يدي. هذا حلم أكي، مستحيل أنا بالذات يصير لي هالشيء. مستحيل أقدر أهرب. يمسكني
على بوردة، أمين طلع كذاب وحاول يخطفني، هربت الحين، خل أدق عليها أحسن. ما ترد، خل أدق على شهانة. يا الله ما حد يرد. أدق على أمي، هي خيار الوحيد. غريبة، حلا ليش داقة هالوقت؟ اوه، من داق عليك بنص الليل؟ الواحد بهالبيت ما يرتاح؟ حلا بنتي متصلة شكل انت. اسمعي، اقسم بالله اسمع ازعاج زيادة، لا قطك بالشارع. سكرت بوجهي، اكرهكم، ليش جبتوني لهالدنيا؟ ليش تعبوني كذا؟ اكرهكم، اكرهكم، ليش كلكم حياتكم احسن من حياتي؟ ليش ما حد يرحمني؟ أكره العالم هذا كله، أتمنى كلكم تعانون زيي. إيش هذا الصوت؟ أسمع صوت خطوات. انزلوا عشان يدوروني. المفروض تكون بهالمكان، معقول قدرت تهرب بعد ما طاحت من هالارتفاع؟ يا كثر كلامك اللي بدون فايدة، دورها بسرعة تلقاها طايحة مو بقادرة تتحرك. أطلع أقول لهم إني كلمت الشرطة وأخوفهم، أو أتخبى لين يروحون. لا تتحركين، خليك هادية، سيطري على نفسك. فهد اتوقع يدي انكسرت ما اقدر احركها، خلنا نروح المستشفى ندور لنا ضحية بعدين. وانت وظيفتك تخرب كل شيء اسويه. يلا مشينا. حلا انقلت لمدرستنا، تحبين فصلك الجديد يا حلا؟ شكل حلا مستحية، خلاص مو مشكلة، إذا جت الفسحة خلوها تمشي معكم. حلا أنت تبين تصيرين صديقتنا صح؟ لو بتصادقيننا لازم تعرفين كلمة السر حقتنا. غريبة، ليش ما تتكلمين؟ يمكن ما طلع لها لسان يوم ولدت. أمي تقول اللي يقولون كلام ما يصلح ما يصير عندهم لسان. ليش ملابسها معفطة وشعرها مو حلو؟ يمكن إنها جنية العفن جاية للمدرسة. بنات هربوا، ترى لو لمستكم حلا تصيرون معفنين زيها. أنتم ما تفهمون؟ كم مرة قلت لكم ممنوع الركض بساحة المدرسة؟
اللي سويتها على نفسي. عادي هنوف، بنات كثير يصير لهم كذا. تعالي أكلم أمك، ومرة ثانية لما تنحسرين روحي الحمام على طول. ليش أمس طلعتي بعد الفسحة؟ عشان كانت أمي مسوية حفلة في البيت. كذابة، أنا سمعت الأستاذة أمس تقول لأمك إنك سويتيها على نفسك. كذابة، أصلاً كان في حفلة كبيرة في بيتنا، عرس كان، لازم أروح له. لا حد يلمس الهنوف المعفنة، أي حد يلمس يسوي على نفسه. ما بيصيح ما بيصيح، لمو أدري عليهم. ترى بنزعلك لين نصير عجوزين. هلا جيت مبكرة، تعالي جبت لك مفاجأة. جبت هذه كلها لك، تبين اركبها على شعرك؟ حلو شعرك صار، تسحنا فنانة مرة. ما فهمت، تبين أنت تزينين شعري؟ يلا. وش رايك بالتسريحة يا حرمة؟ بسم الله، متى طلع عندك لسان؟ أشياء مو بمنطقية بالمحادثة. حلا دائم تحط فيسات، ما قد ضحكت بهذه الطريقة. خلي شيك على موقعها بالسناب. لحظة، إيش طلع معها بالسيارة ورايحة للمنطقة المهجورة بالمدينة؟ حلا مستحيل تكذب علي، كل أسرارها عندي. لا يكون أحد ماخذ جوالها، بس لو مسروق جوالها ليش بتكون علي؟ حلا أكيد بخطر، فكري يا هنوف فكري. لحظة، هي كلمتنا عن أمين وأنا يبغى يقابلها وانخطفت زي باقي البنات. شيهانة كانت صادقة. خير إن شاء الله، ليش تبقى 20 مرة؟ شيهانة، حالة مو بموجودة ببيتها، في أحد يكلمني من جوالها بشكل مريب، أتوقع أنها بخطر كبير. إيش؟ أخيرا خلصنا أصعب جزء بالخطة، الحين جاء وقت النتائج. وش ناويين تسوون فيني؟ بنطلب فدية من أهلك 500,000 مقابل إطلاق سراحكم بدون مشاكل ولا فضايح. عندهم حد لين الفجر يحولون الفلوس، غير هالكلام ما عندي. ولو ما قدروا يعطونكم إيش بيكون مصيري؟ لا تخافين، أنا دايم عندي حلول. والحين نكلم أبوك لنقل الأخبار السارة. شفي ذا ليش ما يرد؟ هو مسافر، عنده مشاريع برا ومشغول، ما أتوقع يرد علي. يلا نجرب نكلم أمك أجل. شفيهم ذولي ما يردون، يعني ما لاحظوا انك مختفية للحين. ممكن نايمين خلاص، مدد المهلة لبكرة الظهر، نطلب منهم مليون هالمرة. ما راح مدد شيء، الفلوس جايتني قبل الفجر يعني جايتني. لحظة، كلم زوجة ابوي، هي عندها حساب ابوي بالبنك. هلو، من معي؟ احنا اخذنا بنتك، اذا تبينها ترجع لك عندنا طلب صغير. ايش قلت؟ اخذتوا بنتي مني؟ تدفون لا تسوون لها شيء، علموني وش تبون بس. اذا تبين بنتك حلا ترجع البيت اليوم، نفذي اوامرنا. لحظة، بنتي حلا؟ اها، انتم ماسكين حلا بنت زوجي. ايه، استدرجتها تطلع معي، والحين هي رهينة عندي. طالعة موحد، يعني ما كانت رايحة لامها. والله اني داري. طيب يا قفيطة زمانك، عندك مهلة للفجر تحولين 500,000، فاهمة؟ وليش المفروض اساعد وحدة زيها؟ والله كنت ناوية اروح لامي، لكن هي سحبت. يا ليل النفاق، خلاص بطل تمثيل البراءة المعفنة هذه. تكلمين عيال وتطلعين معاهم وتكذبين علي وعلى أمك، والحين بعد ما تورطتي تجريني للمزبلة حقتك وتبيني أساعدك. صادقة، استاهل هالمصير. وانتم إذا دقيتوا علي مرة ثانية بكلم الشرطة. لو كلمتيهم بتشوفين. اوه، ما لقيت اطيح الا بالاشكال هذه، يعني كل تعبي راح على الفاضي. بالعكس، هذه احسن فرصه. ما فهمت ايش قصدك. اهلها ما يهتمون وما يدورونها حتى، ليش ما نبيعها؟
أنت عارف الكلية الواحدة كم تجيب؟ والله إنك كفو جبتها. لحظة كانت خطة الخوف هلا وحولون الفلوس وبس. وش اللي نبيع مجانين أنتم؟ بكون ورطة مو طبيعية لو انقفطنا. الخطة كانت إننا نجيب فلوس مو مهم كيف. بكلم واحد يعرف ناس بهالمجال بشوف لو يمديه يزبطنا. اسمع خلك عندها، أنا بروح معاها أشوف وش الخطة وبرجع. هاي أنتي حرك لازم تطلعين من هنا، دولي مجانين. ما كان المفروض ورط نفسي بهالمهزلة. بفكك وبروح أشغلهم وأنتي دبري عمرك واطلعي من المكان. ليش يساعدني؟ وش هدفه؟ ما راح أخلي حياتي تتدمر بسبب واحد قيصة زيك. كيف تخوني كذا؟ ما تدري إني مسكين وأحتاج الفلوس؟ واحدة زيك هذا المصير اللي تستحقه. مني أنا السبب، المفروض ما علمتها على البرنامج. الندم مو بنصلح الأمور، ركزين إن نساعدها وبس. بنات الموضوع خطير، لازم نكلم الشرطة، ما ينفع إحنا نتصرف. لا ما بيورطها، أخاف عليها يدرون. ترى لو طلع الوضع صعب بكلم الشرطة. روقوا خلاص، يمكن ما فيها شيء، بس أحد سرق جوالها. لا إحساسي يقول إن في شيء، أحس بطعم غريب بفمي. أتوقع ما له دخل، بس فرشي أسنانك. شهانة مو بوقتك. وحتى لو طلع معها أحد، أنا جايبة معي عدة قتال كاملة. الموقع يقول إنها هنا، شوف النور مشغل فوق. مشينا يلا. يا ليل المصعد خربان. مخرج طوره مفتوح بسرعة. ها بشر، كيف ماشي الأمور؟ الزبون وصل وقاعد ينتظرك تحت، لا تتأخر. إيش الخيار الصح بهذا الوضع؟ هنوف وقف انتظرينا، لا تتابينهم الحالك. هلا جينا بساعة الفرق من الخريطة. المكان فاضي بس الخريطة تقول إنها هنا. لحظة، لا يكون الخريطة جابت العيد فينا زي ما توقعت. حلب وردة كبيرة. وينهم؟ وينهم الحميرة؟ قطعهم تقطيع. حلب موجودة في البرج الثاني. يا ويلي، البنت مربطة وحالتها حالة. لا احنا بالمكان الغلط، بسرعة خلونا ننزل نروح لها. لحظة شهانة، اعطيني المكبر بتأكد من الوضع. بنات الوضع خطير مرة، لازم نتصرف بسرعة. حلا تسمعينا؟ ردي علينا عشان نعرف نساعدك. استيقظي جو. شكراً انك رخيت حبل يدي. ما يحتاج تشرحين لنا شيء، كيف نقدر نساعدك بس؟ الوضع حوسة مدري، اشياء كثيرة صارت، مخي قاعد يدور. كلنا ندري انك بريئة ومالك ذنب. انا بريئة من لعب عليها هذا. يا ليل النفاق، خلاص ما تعرف شيء عن افكاري، حتى هم تمنيت حياتهم تخرب. حاولي تهربين او تتخبين بدور ثاني بالبرج. يا سمعتي يقفل باب الغرفة، ما اقدر اطلع، خلاص اتركوني. واحدة زيي تستاهل اللي يجيها، لا تورطوا نفسكم معي، انتم ناس نظيفين. ايش قاعدة تقولين؟ من مسوي لك غسيل مخ؟ المفروض ما غلطت هالغلطة، خلاص ما في مجال شيء يتعدل. وش صار لهذا المسكينة؟ وراها تتكلم كذا؟ شهانة ما عليك منها، تعال بتطلعها غصب عنها. شو الأصوات؟ شو سووا؟ جايين ننقذك ونفرقع وجههم واحد واحد. لا خلاص أنا بجيكم، لا تخاطرون. دايما أعب على غيري، ليش دايما أجيب مشاكل للناس اللي حولي؟ ايش فايدتي بهذه الحياة؟ ليش يطلعوني كذا؟ خلاص عيوب، كواك كواك كواك. وين رايحة؟ هلا ارجعي ادخلي داخل، خلاص لا تطيحي.
قاعدة أدق على الشرطة، اتركها وروح أحسن لك. سكر المكالمة ولا بخليها تبوس الرصيف الحين. سلم لي على عينك يا حبيبي. حل بسرعة تعالي تكفل. ليش مو بمسموح لي أصير غني؟ راح أمسح كل شخص يخرب مخططاتي. حسوا بالألم حقي. برات مهربوا بسرعة. أنا معي بشنطتي إسعافات، لا تتحركين. راح أرجع على هدوءك، كل شيء بيتطلع. هذه الكلام صادقة، المفروض كلمنا الشرطة من البداية. والحين جاء دور المعيطية، خلي نشوف أنت قد هياطك. بموت بموت بموت. وقف المعزلة في، خلاص أنا بجي معك. انقلع عن وجهي لا أطيرك. أو لحظة، ما بقى إلا طلقة واحدة، خلي أوفرها لو تورطت. قاعدة أسمع صوت طلقات، الوضع ما يطمن. ممكن تشرح لي سبب الطلق اللي قاعد نسمعه؟ لا بس جالس خوفها، ما عليك ما في شيء، تطمن. خلاص شهانة يكفي، عالجي نفسك يا اختي. ما عليك مني، انت بس حطيهم المعلومات صح في البلاغ وانا برجع لك كتفك جديد. حلا لا تدخلين في حر ثاني. اكيد الحل الوحيد اني ما اسبب مشاكل زيادة للناس وفكهم من شري. يلا مشي ادخلي يا النعال. من وين جت هذه البنت الصغيرة؟ المكان خطر، لازم انقذها. تشبهني وانا صغيرة، ليش تصيحين؟ لأني السبب في كل مشاكل أمي وأبوي. من جدك؟ أنت الطفلة، هذه مشاكل كبار، مو بنت السبب فيها. بس في واحدة دايم تقول أنا السبب وإني خربت كلش. مستحيل، مين المجنون اللي يلوم طفلة؟ طيب أنت اللي دايما تقوليني كذا. لحظة، هذا لي أهلي، كيف وش السالفة؟ هذه أنا؟ حرام عليكم، اتركوها بحالة. طيب ليش أنت نفسك ما رحمتيني؟ تقولين أني ما أستاهل أعيش. ما تقلت هالكلام؟ لحظة، واحدة زيي تستاهل اللي يصير لها. خذلتك يا نفسي، كيف سمحت لهم يقنعوني أني شخص سيء؟ كيف سمحت لهم يقللون من قيمتي وينصحونها؟ كيف سمحت لنفسي اني احقرها؟ انا حرب حياتي كنت اعيشها بعد اليوم. عندي ناس يحبوني ويقدروني ومستعدين نواجه اي شيء مع بعض. بسامح نفسي وبتعلم من اغلاطي وبعيش حياتي بالطول والعرض. حياتي الحقيقية تبدأ الحين. تعال يا الصرصور المبقوس. ايه يا مجنونة، بنطيح كلنا كذا. تقول سلمنا على الرصيف لما تبوسه. نسوي قادحة ها؟ انا اوريك. ممكن يكون كمين لنا ما تدري. اعتبر الصفقة ملغية وراسك ملغي. تحملي عشان نفسك، قاتلي عشان نفسك، انت قوية تقدرين. أنا لا أحبك، كيف حياتي تمشي؟ ما أصدق، الكابوس انتهى. حلوف، أنا أسمع الكلام اللي قلته. سامحتك تعالي بس. ما
والله مسكتك ما ادري كيف. انتم احلى ناس بالدنيا. على كتفي عورني. اسف بس حاولي تتحملين. اوكي 5 دقائق بس. ترى ما احب احد يلمني. اذا صار على كيفك علميني. حتى لو تخلى عنك الكل لا تتخلى عن نفسك.